الخير واهلا وسهلا فيكم ببرنامج الملايين. بحلقه اليوم خلونا نتعرف بالبدايه على المشترك الاول معنا الاخ نعمان من لبنان. اهلا وسهلا فيك الاخ نعمان. خبرني اخ نعمان، كم مره اتصلت لاختارك الكمبيوتر؟ مره واحده اتصلت واختارني دغري ومش الحال. مش انه عندك عده محاولات يعني؟ لا، مره واحده اول مره زبطت. حالك بالحظ. الحمد لله. اخ نعمان جاهز؟ نعم جاهز. فاذا رحله موفقه مع الاخ نعمان نحو المليون. نعم. خليك جاهز، قبل ما نبدا رح نتوقف لحظات قليله مع الاعلان ومنعود بعد ما عم بمزح معك، رح نبدا فورا مع السؤال الاول. اخ نعمان، اخ نعمان، السؤال الاول بيقول يا ابيض يا اسود اخضر احمر او رمادي؟ الاجابه لحظه، بشو شاكك؟ شاكك يا احمر يا اخضر، واحدة من هالاثنين. على كل، في عندك ثلاث وسائل مساعده، فيك تختار اي واحدة منهم، يلي هني حذف اجابتين، اتصال بصديق، او الاستعانه بالجمهور. نحذف اجابتين. نحذف اجابتين؟ نعم، لانه انا مغلبط بين الاحمر والاخضر. ايه بضيعوا. على كل حال بنطلب من الكمبيوتر يحذف له اجابتين لثلاث اجابات الخطا للاخ نعمان. اخ نعمان، الكمبيوتر حذف لك الاجابتين يلي اخترتهم، يلي شكيت فيهم، يلي هن الاخضر والاحمر. بتعرف ليش؟ ترك لك الاسود والرمادي. استاذ جو، لانه انا بسمع بيقولوا يا احمر يا اخضر لكن مش رمادي. مشان هيك انا قلت حكي الحال. ما بعرف. على كل، بشو عم تفكر؟ افكر بالرمادي. رمادي؟ شاكك بالرمادي. ما بعرف، ما بدنا اياك تتسرع. على كل، بعد في عندك وسيلتين مساعده يلي هن اتصال بصديق واستعانه بجوز. احسن مخاطر، لكن بتصل بصديق. بس هي رمادي، انا متاكد انها رمادي، بس نتصل بصديق. بمين بتحب تتصل؟ بصديقي فؤاد. فؤاد وين موجود؟ فؤاد ببيروت. معلوماته جيده ما علينا؟ مش عاطله، جيده مثلي، مثل معلوماتي، يمكن اضرب شوي ما بعرف. خلونا نتصل بالاخ فؤاد. قلت لي فؤاد او زياد، هن اخوي يعني، حيل نفس الرقم. اخ فؤاد. الو الو، مساء الخير. مساء النور. الو مساء الخير اخ فؤاد. ايوه، معك جو الداحي من برنامج الملايين. اهلا اهلا استاذ جو حبيب قلبي. طول بالك يا اخي. احنا استاذ جو بنحبك كثير. شكرا شكرا. في معنى الاخ نعمان، صديقك الاخ نعمان من لبنان، عم بواجه نعمان. سؤال صعب، سؤال ال100 ريال، وطالب مساعدتك فيه. معكم 30 ثانية لما بيبدأ الأخ نعمان بالسؤال. تفضل نعمان. السؤال بيقول عفوا استاذ جو، بس أنا لأنه عم بلعب طاولة، في طاولة بين إيدي شي 5 دقايق بيطلع الدقبة، حكولي بعد 5 دقايق معلش بالأملي. فؤاد لحظة، سؤال صغير هو دقيقة كله، بس تساعدني فيه تقدر أقطع أقطع الخط. ما بعرف هاتوا، اتصلت بالشخص الخطأ. لا يمكن، ما بعرف، هو مشغول كثير. على كل حال، ما على كل، بعد بيبقى لك. بدي جاوب فكري دغري. انا برايي ما تجاوب دغري، ما تتسرع. بعد في عندك وسيله مساعده. اوكي، الا اذا ما عندك ثقه بالجمهور. ما بعرف، اوقات الجمهور بلبك المشترك، بغشه يعني عن جهل، بكون يعني مش قصدا، بس بكون معلوماته غلط. لا ما بصير هيك. على كل حال، خلينا نسال الجمهور. نسال الجمهور. جاهزين؟ جاهزين. رجاء صوتوا الان. اخ نعمان، الجمهور اعطاك 99% للجواب اسود. ما قلت لك؟ و 1% للرمادي. واضحه؟ لا 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 لا، اوقات كثير مش لازم نسمع مثل ما بقول الجمهور، لانه بكون انا جوابي الرمادي وجواب نهائي. خلص نهائي. جواب نهائي؟ جواب نهائي الرمادي. احسن جواب خطا، بنعتذر منك اخ نعمان. الجواب هو يا ابيض يا اسود. واضحه؟ مش معقول، ما بيصير في شيء غلط. على كل، نحن بنشكر حضورك، رح ننتقل مع المشترك الثاني. خليكم معنا. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك اخ طارق. اهلا فيك. جاهز برحله المليون؟ ان شاء الله.
نبدا مع السؤال الاول. ما هو عدد سكان جزيرة صقلية؟ هل هو 10,000، 15,000، 20,000، 25,000؟ بشو شاكك؟ بمرتي، بس انسى. بشو عم تفكر؟ عم فكر صافي على راس المفرق، خايف يكون مسكر على حدا، بس انسى. هون نحن اخذينه بالمدرسه، بس استاذ جو ما عم بتذكره. على كل في عندك ثلاث وسائل مساعده. بقدر اتصل بصديق؟ طبعا. وين بتحب تتصل؟ بتصل برولا. رولا وين موجوده رولا؟ بلبنان. خلونا نتصل برولا بلبنان. الو؟ الو، مساء الخير، معك جو قداحي من برنامج الملايين. اخت رولا، في معنا الاخ طارق عم بواجه سؤال صعب، سؤال بدايي، سؤال 100 ريال، وطالب مساعدتك، ومعكم 30 ثانيه من لما بيبدا الاخ طارق بالسؤال. تفضل طارق. الو رولا، معك، كيف اخدمك؟ دخلك عندكم فرع بجيب جنين، ما هيك؟ بلا. ما هو عدد سكان جيب جنين؟ 15,000. بدك تعرف اسم المختار؟ مش ضروري. لكن جوابي هو 15,000. جواب نهائي؟ جواب نهائي. للأسف جواب خطأ، لأنه ما دخل سكان جيب جنين بسكان صقلية. الجواب الصحيح هو 20,000. على كل، نحن كسبنا شوفتك. نتأسف نقول لك أنه خسرت. خلونا ننتقل مع المشتركة الثالثة، وهي الأخت رولا من لبنان. حسك ملبكي يعني شوي، لأنه الأسئلة والكاميرا ورهبة. لا، شي طبيعي، شي طبيعي. على كل، قبل ما نبدا صرت تعرفي شروط المسابقة، فخلينا نفوت بالسؤال الأول وبنبدا. نعم. من أشهر شعراء العصر العباسي ألف كتاب المظلة، من هو؟ الخوارزمي، محي الدين المغربي، أبو العلاء المعري، عمر بن أبي ربيعة؟ بشو شك؟ يعني صراحة مش شاكي ولا واحد فيهم، لأنه بتعرف الواحد لازم يكون شوي ضليع بتاريخ العلوم عند العرب، وأنا ما يعني مش على هالأساس. على كل، في عندك ثلاث وسائل مساعدة، ممكن تختاري أي واحدة. بتصل بصديق. بتصل بصديق. نعم. مين بتحبي تتصل؟ هو صراحة مش صديق، يعني هو ابني بيبو. ابنك بيبو؟ بيبو. إيه بيبو. وين موجود بيبو؟ ببيروت بالبيت، يعني تركته بالبيت وجيت. خلونا نتصل بالأخ بيبو بلبنان. ألو؟ ألو، مساء الخير. مساء النور. هلا. مساء الخير أخ بيبو. معك جو الداحي من برنامج الملايين. في معنا والدتك هون عم تواجه سؤال البداية، سؤال المئة ريال. هلا؟ بدك تسألها وطالبي مساعدتك. معكم 30 ثانية لما بتبدأ الوالدة بالسؤال. اتفضلي ست رولا. بيبو، مامي اسمع السؤال منيح. من أشهر شعراء العصر العباسي ألف كتاب المظلة، من هو؟ الخوارزمي، محي الدين المغربي، أبو العلاء المعري، ولا عمر بن أبي ربيعة؟ من عمر عمر بن أبي ربيعة. أكيد بيبو؟ لك إيه أكيد، هين بأنه الخوارزمي اشتغل على الكيمياء والفيزا وما ضرب ضربة، ما كتب أصلا. محي الدين المغربي ما كان بالعصر العباسي يا زكية، كان بالعصر الأموي أيام دجلة والفرات. وأبو العلاء المعري اشتهر بالوقوف على الأطلال، كان يضل يبكي وينا على عشيقته. ما في غير عمر بن أبي ربيعة أكيد منا. يعني جواب نهائي؟ طيب أوكي، تانكس مامي. يا رسالة أهل. خلص، جواب رقم 4 عمر بن أبي ربيعة. ابنك بتأكدي عمره 8 سنين؟ ايه، بس يقبرني ذكي كتير، بوثق بحكيه يعني. جواب نهائي؟ نعم. جواب صح، برافو، صار معك 100 ريال. ننتقل للسؤال الثاني. للأسف خلص وقت البرنامج. على كل، راح تكفي معنا ست رولا بالحلقة المقبلة إن شاء الله. شكرا. مثل ما شفتوا كان معنا الأخ نعمان من لبنان، وصل لل 100 ريال، وكان معنا الأخ طارق كمان من لبنان، وصل للـ 100 ريال، ومثل ما شفتوا معنا ست رولا وصلت للـ 100 ريال، ولكن رح تكفي معنا بالحلقة المقبلة إن شاء الله. أنتوا كمان فيكم تتابعوا وتشاركوا، ولكن لازم تتصلوا على الأرقام اللي عم تشوفوها قدامكم على الشاشة. اتصلوا هلأ المليون ناطر، والباقي عليكم.